وفي نفس المجال الدكتور العواري يضيق مسألة الرد على المخالف بقيود لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنة، كقيده بالثلاثين من العمر. مع كثرة العلماء، لكن علماء الجرح والتعديل على وجه الخصوص قليلين، هذا معناه أن الجرح والتعديل بيحتاج إلى نوع معين من العلم والمعرفة والصفات التي يجب أن تتوفر، وهذا يقينا لا يتوفر في طالب على الإطلاق. جزما جميع طلاب الجامعات وجميع طلاب الكليات الشرعية إلى هذه اللحظة، كل من عمره دون الثلاثين هذه ما توفرت فيه قولا واحدا ولا يحتاج إلى تفصيل. ويقيده بالأربعين سنة أيضا، وهذه مشهورة جدا عنه وقد سمعها الناس هنا وهناك وهي مسجلة موجودة، لكنه قيده هنا أيضا بالثلاثين. أقول أولا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأين الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟ فإن أتيت أيها الدكتور بدليل الأربعين أقول ذلك افتراضا، فأين الدليل على الثلاثين؟ لا دليل على هذا ولا ذا. ثانيا، لقد رد شاب واسمه خوجلي إبراهيم على الشباب العاملين في الدعوة وجرحهم وكذب عليهم بما ليس فيهم، وهو في علمي لم يكمل الأربعين سنة، وكان الدكتور الهواري قد قرض له كتابه وأيده في رده مع بطلانه، فهذا تناقض. ويناقض تقريضه لهذا الشاب أيضا أنه قال إنه لا يريد الكلام في الناس، وكل هذه الرسالة التي كتبها الشاب يتكلم فيها عن أناس بل هم العاملون في حقل الدعوة أحسبهم كذلك ولا يزكى على الله أحد. ثالثا، كنت قد رددت على عبد الحي يوسف المبتدع الضال وبينت أباطيله، وقد قرب الدكتور الهواري لي هذا الكتاب وأنا لم ألحق بالأربعين سنة إلى الآن، فهل كنت كبيرا آنذاك وجاز لي وصغرت الآن وحرم علي أم ماذا؟ يقول الدكتور الهواري: أما أن الشاب متى ما التزم صار يقرأ رسالة ورسالتين وثلاث، ويدخل فيقرأ رد فلان على فلان، وفلان قال عن فلان كذا، ثم يذهب ويسير في هذا الركب، هذا خطير للغاية. وهذا الكلام منه هذا ليس خطير، بل هذا علم ودين، ولكن كلام الدكتور الهواري هذا من الشبهات الخطيرة جدا التي أجاب عنها العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في ضمن رده على شبهتين خبيثتين. وأوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيثتين. الشبهة الأولى نقرأ في الكتب ونجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطل، هذه لعبت كما يقال دورا كبيرا في رمي كثير من الشباب في إخراج من مجلسه ورميهم في أحضان أهل الباطل والبدع. هو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل، فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيضل. والشبهة الثانية: لا تقرأ في كتب الردود، كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يعني معناه أن نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي وآله، ونسمع الأشرطة ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات، ونخلي أنفسنا أجهزة استقبال لكل هذه الأشياء، لكن لا تمتد أبصارنا إلى كتب الردود. لماذا؟ لأنها تفضحهم وتبين مخازينهم وتبصر الشباب بالحق، فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يدعونك إلى قراءة كتب البدع بشبهة أن تقرأ كتب الحق وتترك الباطل، فتذهب المسكين ضحية للباطل، لأنك لا تميز بين الحق والباطل، فترى الحق باطلا والباطل حقا، وهذا أمر اجتاح به ما لا يحصي عدده إلا الله ممن كان ينتمي إلى المنهج السلفي. فهذه من مكايدهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن التصدي للباطل. فكتب الردود مكتظة بالعلم، ولا تجدون العلم الحي النابض
الذي يميز بين الحق والباطل إلا في كتب الردود. والقرآن والله يرد على أهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلاله إلا وانتقدها وفندها وبين ضلال أهلها. والسنة كذلك ومنهج السلف